أفكر بالمستقبل عندنا أفكار ويستقبل أنا بأفكار وأستقبل لذا يفلح ولذا يقبل بنايا الجنون وانا الكل فيني مفتون ومطر عندك مزبون خرخش بخبال خرخش خرخش لكن يا مرهون الدنيا حضور لا دا يفلح ولا دا يقبل الدنيا ديجيتال ديجيتال الدنيا ديجيتال سبحان الشعبان يقول الدنيا ديجيتال كتب علي انت مخبرني ديجيتال ايش؟ انا ثريا ام خليل اتزوجك انت؟ اتزوج واحد بخيل؟ سير سير من هنا قبل يجي ولدي خليل ويكسرك تكسير سير ولا اقول لك انا اللي سايره تزوجني واحد بخيل الظاهر ان المساله تبى تفكير وتخطيط وتدبير هذه ما بتجي بسهوله لكن من معليش ثريو معليش الأيام ما بيننا إذا ما تزوجتش ما أكون أنا خليفة لا ليت الشباب يعود يوم يخبره بما فعل المشيبو مشيبو أنا كنت في زماني أشيل خمس جواني عيش مرة واحدة الوالد ما كان عودة شوية كيف عودة الله يديك الشيخ زماني أنا أشيل خمسة جواني طحين مرة واحدة يعني أنتم زمانكم كنتوا أقوى منه أقوى شيء عجب عيب نحن بنستأذن عنكم يا أحسنتوا جزاكم الله خير جزاكم الله خير أحسنتوا كل يوم تعالوا كل يوم تروح أنا كل يوم أروح لحالي هذه كل يوم والله والله أحسنتوا 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 إيه ما قصوا هلا أحسنتوا والله أحسنتوا حمدان ها لكن هاي الشغلة متعبة شوية متعبة لكنها فيها فايدة أنا شفت هذاك الطالك سلندر العود بس فتحت الأمومة ما قدرت أستعين بيك هلا يلا خلاص تعال يلا هلا روح تعال عاون نسق الباب ما يبغى شيء أنا شو ما يبغى كب ما يشتغل هلا خلاص حب أنا ما أريد شيء شلي الأكل ليش يا أمي انت ما تريقتي والحين بعد ما تغديتي ايش اللي صاير ما صاير شيء انا قصرت معاش في شيء لا يا انت ما قصرت معاي في شيء
انتي قصرتي في حق نفسك. من يوم رايح انا لا راح اكل ولا اشرب حتى الدواء ما باخذ لين ما توافقي على زواجك من ماجد يا بنتي. وانتي؟ انا بكون معاش يا بنتي، بكون معاش وين ما تروحي، وما اظن ماجد بيقصر فيه. خفي عليش يا أمي أكبر، خفي من تغيير ماجد أكبر أكبر. آه يا ربي إيش أسوي يا ربي، ما أعرف إيش أسوي، ما أعرف إيش أسوي. احسنتوا شباب احسنتوا، ما قصرتوا، سامحونا با تعبناكم ترى اليوم. لا لا تقول كذاك الوالد، نحن تحت الخدمه والمساعده. لا اقول عم مرهون. نعم. انت ايش اللي يخليك تشتغل شغله صعبه مثل هذه وانت في هذا السن؟ المستقبل. ها المستقبل، الحياه ضروره ظروف. ما فهمت. فاتني مستقبلي، قلت الحق على نفسي قبل لا اضيع عمري. صحيح شكلي والله. مشكورين شباب، احسنتوا جزاكم الله خير. حياكم الله. احسنتوا جزاكم الله خير. ابون با انا تراني جوعان ومصارين بطني تتصوصو. صو 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 على خال البيت. يلا خلا أرجوك ساكت ما تتكلم. تعبان شوي، تعبان بس من العراق للعراق خلاص. تعبان تعب انك ابوي تلفونك ما رن ولا رنح مع كذاك. اي نعم. لا لا اخوي لا، ما من تلفون، انا شوي تعبان مرهق شوية. اشتغل شغلة ما شغلتنا، ما نحن وما لهاي الشغلة، والله انا كبار في السن والله العظيم. نعم والله انا بعد معك في هاي الراي، نفس الراي راي. سيادتك تتنفخ يا سيادة تنبب. اي انا تتنفخ تغا تنبب. ما اعرف ايش فيها، ما اعرف. ما تعرف ايش فيها وقبع تقلب يدك. والله تتجزاب لحن مالك ياك انت. أبو سوتها فينا السيارة. وتو احنا مو نسوي؟ مو نسوي بعد، بعد هالتعب لازم نغير الإطار. تو في هذا الوقت في هالجو الحار هذا بنموت؟ بنموت. نعم حر والدنيا مرة راح. أسمي شنش ما ختمتيها زين.
دورت براسي. اسمع يا مطر، ترى مهما صار ومهما حصل ومهما بلغت موازين القوى، انا لا يمكن اخلي انسان ثاني يتسبب زهرة عني. انت فاهم؟ انزين تعال وقت العشاء. صحيح يوم قالوا هنا، صحيح يوم قالوا الحب بلاء والعشق سم قاتل. من هذا يضرب الجرس كذاك؟ زهرة، يا زهرة تعالي شوفي من يضرب الجرس. إن شاء الله ما جاي. جاي هذا أنت؟ نصيب صاحب النظريات والأفكار. هذا اسمك ولا عنوانك؟ الحقيقة يعني هذا اسمي وعنواني ورقم الإيميل ما فيه. تفضل يا أخ نصيب. هو يعني الحقيقة يعني يا زهرة يعني الحقيقة يعني هي يعني الفضائيات تصوري إنه كل أماكنها تغيرت وبعدنا ذبذباتها وتردداتها كلها تغيرت، تصوري؟ وأنا وش يخصني؟ حد قال لك اني انا غيرتها؟ لا يعني هو قصدي يعني دشكم، يعني دشكم انا جاي اصلح دشكم. يعني هو نحن عندنا دش عشان تصلحه؟ افا ما عندكم دش؟ وهو حد في هذا الزمان يا زهره ما عنده دش؟ كل الناس عندنا في البلد صارت تحد الدش من ضمن المهر. نحن ما عندنا دش، وبالنسبه لنا المساله عاديه. لا 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 حقيقة يعني سامحيني يا أخت زهرة، المسألة ما ممكن تكون عادية أبدا. الدش هذا يا زهرة الحين أصبح ضرورة من ضروريات الحياة، هو جهاز العصر، وصار يعني يخلي العالم كله في قرية واحدة وفي مكان واحد، مثل ما هو الحال بالنسبة للتسوق تحت سقف واحد. أنا قلت لك إن نحن ما عندنا دش، ولا تجلس تطول في السالفة. إذا عندك كلام ثاني قوله ولا تفضل من هني. ايش جالس تسوي؟ اعمل عملية البحث التلقائي، وممكن بعد اعمل عملية البحث اليدوي. وبعدين معاك يا نصيب. يظهر يعني خلاص ما عندكم دش، واذا ما عندكم دش انا عاد ما يستوى اضبط لكم القنوات الفضائية. يعني بكل هذا البحث التلقائي واليدوي طلعت بهذه النتيجة؟ النتيجة اللي طلعت بها تقول يعني اسمحي لي اني اقدم لكم طبق من ذهب، اقصد يعني طبق دش، هدية تعارف مني، او يعني على الاقل بحكم الديرة الطيبة يعني، وانا اللي اركبه بنفسي. ليش عاد؟ لاني بصراحة انا سمعت يا زهرة يعني ان الوالدة مسكينة جالسة على كرسي، ومن حقها يكون لها دش تتسلابه يعني، وبعدين هذا الدش يخليها تتعرف على آخر التطورات اللي يعيش العالم، وبعدين يعني المفروض أن تكون رأي سياسي أو رؤية اقتصادية، أو على الأقل يعني تشوف لها أفلام الكرتون. تريد أمي المسكينة تعرف كل هذا؟ وأكثر، أكثر يا زهرة من الأشياء اللي أنا ذكرتها. والله فكرة، فكرة أن الدش يسليها. ليش أنا ما فكرت في هذا الموضوع من قبل؟ عفوا يعني أنا الحين تقريبا لمست الموافقة منش، وبما أني أنا لمست الموافقة منش اعتبر الدش جاهز، وأنا اللي أشتري بنفسي وأركبه وحدي، ومن بكرة إن شاء الله يكون عندكم على إذنش. مطر. نعم عمي. انت راكب تكون معنا، ساعدنا. ان شاء الله عمي، انا مستعد اساعدكم. زين والدكان؟ الدكان صاحب القرار فيه حمدان. ها حمدان، كيف بتسوي في الدكان؟ حمدان كيف بتسوي في الدكان؟ الدكان دكان يا صلح، اذا تحب تجلس فيه ما عندي مانع. اي نعم، ولا انا عندي مانع، بنجلس فيه انا ورحمه لغاية وقت الغداء، وبعدين نرجع نطبخ لكم. هالكلام غاوي، كلام غاوي. زين يا صيلة زين، وإن شاء الله
أي وصلنا شيء تبغي إن شاء الله ما يهم شيء. با أجيب العشاء؟ عشاء مو يعني ما مشي عشاء أنا مهون عشاء شوية صرف أحد. حمدان ماله؟ الظاهر شغلت اللي باله وظيفة بيع الغاز. وإيش فيها هذه الشغلة؟ ما فيها شيء بالعكس شغلة زينة ومربح. وين رايح؟ ما أريد عشاء. هذا ماله إيش فيه؟ هذا قلبه مخلص عنه الغاز. يعني إيش؟ نصيبي بيتزوج. لو كل حال أنا ما يهمني كل اللي حصل معكم، المهم حصلتوا على فلوس؟ ها؟ وكيف له؟ وانتوا من الصبح تشتغلون؟ يعني رح تدور؟ ندور؟ كيف ندور الله يدي شتوية؟ وأنا ومهون طول النهار في الشمس؟ أي والله ما أعرف، اسأل نفسك. يا الله يا ثوية يا الله، أقول هل أنا أسميها غيرة؟ هذه غيرة تغاري علي ثوية؟ وأختك يا حمدان أقول ثوية لا يكون تسمع ذيك الأغنية وتقول جرب نار الغيرة. ثوية مرتاحة وحمدان في حيرة. ها؟ أقول خلي عنش الموضوع، أنا جاهنش موضوع ثاني. وأنا راد اليوم شفت عمال طالعين بيتكم خير ان شاء الله مو هناك. ها جالسين نسوي صيانه حال البيت. خليل وخليفه اتفقوا انه يعملوا لي صيانه بالبيت. ايش خليل؟ خليفه؟ يعني انت ما نقيتي لي خليفه؟ خلصوا هذا كله بدل المقاولين وقمتي خليفه؟ ما موافقي. ايش في خليفه؟ خليفه مقاول وبياخذ فلوسها كامله. أنا قلبي هذا ما مرتاح اللي إذا أطلع هذا الاسم خليفة. نعم هي هجلي هذا خليفة. نعم حمداني أنت زعلت؟ أتاريك تغار علي أكثر من غيرتي عليك. قهوة دائما يا بنتي أحسنتي. ما تقهويتي يا خليفة، زيدي في الجانزان. مشكورة مشكورة يا سعادة ومشكورة يا بنتي يا بنت الأصول يا زهرة يا اسم على مسمى ما شاء الله عليك. ها ما قلتوا لي ايش قلتوا في الكلام اللي اتفقنا عليه؟ والله يا خليفة الكلام والرأي عن زهرة. يعني افهم من زهرة انه خلاص طاح الحطب؟ ما اعرف ايش اقول لك يا عمي، بس انا خايفة. لا تخافي يا بنتي لا تخافي لا تخافي الله يهديك لا تخافي ابدا، انت وامش في عيوننا، نحن جيرة عمر الله يسلمكم، يعني نحن من اول جيران واهل، واذا ما قد غلط في حقك او قصر فيش او قصر في امش انا رقبتي سداده. اي نعم خلي المساله علي. خلاص يا خليفه جيتك هذه عزيزه وغالي علينا خصوصا على زهرة، وزهرة هذه مثل بنتك، ما أظني تردك خايب ولا إيش قلت يا زهرة؟ والله ما أعرف إيش أقولكم، بس عطوني فرصة أفكر. لا تفكرين في الكلمتين اللي قالتن رحمة عن نصيب، لكن أنتي تعرفي عقلها. أنا نسيت اللي قالته رحمة. عجفيش تفكرين يا أصيلة. أفكر وإحنا في هذا العمر كم باقلنا من السنين علشان نعيش ونخطط للمستقبل؟ يا ترى إحنا باقلنا مستقبل ولا إحنا قاسين نضحك على أعمارنا؟ أعمل لدنياك كأنك تعيش غبدا، وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ايه المستقبل يا أصيلة لا زال قدامنا بعده حتى لو يوم واحد. هاي نحن ترى نجهز أعمارنا للمستقبل.
ما ظني باقلنا مستقبل، لكن يلا خلينا نعيش حلم جميل. بتشوفي يا أصيلة، الحلم بيتحول لواقع وحقيقة. يلا باكر ان شاء الله الحين بتوكل على الله وبنشوف شغلنا. عاد شيل هم انتي برا. كيفك يا زهرة؟ الحمد لله خليل، كيف حالك؟ الله يسلمك ان شاء الله، احنا جايين عشان. اهلا وسهلا. عقب وين نصيب؟ هنا انا زحفات اقتلني تو مالك، لكنك تشخط ست قدم مالك داد. احنا حقيقة يعني يا زهرة جينا نركب الدش من تو الصبح. خير البر عاجله. تفضلوا. قالت تفضلوا. تفضلوا. اصبر قف، ما تقتلني في الباب. ارجعين. يلا يلا يلا. إذن قل لي الحين، بتركبنا عرب سات ولا نايل سات؟ والله يا زهرة الحقيقة يعني أنا عندي دشي واحد، خليل سات وواحد مطر سات. خليل سات هذا تعرفي عاد يعني دش كبير وما يطلع إلا عالم الحيوان، ولا مطر سات للأسف الشديد كل قنوات مشوشرة. بس أنا باك أنت. ها؟ زهرة يعني يا زهرة انت يعني حاسة في نصيب؟ انت وين راح عقلك؟ عارفة يا نصيب، عارفة. عارفة؟ ايوه عارفة. مو عارفة؟ عارفة انك بغت تركب الدش بس ما عارف الطريق من وين. بس انا بقول لك اياه الطريق منه. تفضل. من الطريق؟ نعم مني. وراي وراي. حرك 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 حرك. اوه مطر، نسيت الشنطه قدام بيت عمي حمدان. بسرعه خليك. لحظه زين زين. يلا 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 يلا. سرعه 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 يا مطر، خليك هبه ريح. وادرفوا لك شنطه. ان شاء الله ان شاء الله. تفضل تفضل بسبب نصيب. تفضل عمي، تعلمت منك الكثير ترى استاذي العزيز. نعم ان شاء الله ما يهمك. تفضل. هذه السبانة مال الدش. ما هي هذه؟ هذه هي. نفس السكروب. ما هو؟ ما هو؟ كيف شباب؟ هاي شنطة. شباب سمحوا لي. أنا ما أقدر أكمل معاكم. لأن عمي حمدان وعمي مرمون يريدون أكون معاهم في سيارة الغاز. روح! توكل على الله يا مطر، توكل على الله، ولا تخاف على شيء أبد. أنا ونصيب بنقوم بنفس المهمة. عاد حطوا بالكم على عمالكم. انت يا نصيب الله الله بنفسك، وانت يا خليل الله الله بنصيب. ترى مسكين ما يستاهل. تو مالك مطر، حساب مو انت سائل الحق وسائل تبيع غاز. وصلنا قبله. لا نحن وصلنا قبل. كيف انت وصلت قبل؟ الله يهديك. كيف احنا لو عندنا هاي السرعة مال بطيء كان بتشوف نواصل قبل. ما هو بقى عندك هاي السرعة مال بطيء؟ شو خليهم يشوفوا. ايه خلي. من اللي وصل قبل؟ لا نحن الوالد وصلنا قبل. زين ايش رايكم نسال الشايب؟ انا بساله. قل لي يا ابوي، من اللي وصل قبل، نحن ولا هم؟ انتو. ها سمعتوا، قال انتو. انزين من دام قال انتو يعني نحن. لا كان يشاور علينا نحن. انا احتج، انا اقول هاي المنبوبه
نحن نعقبها. هذه المنبوبة على قولتك نحن نعقبها. ساعدوني يا ولادي جزاكم الله خير. دخلوا هذه الاسطوانة إلى المطبخ. ترى جابها الولد وخلها عند الباب وراح. إنا مستعجلة وين؟ مبروكين شباب مبروكين، نحن نتنازع عن المنبوبة. يلا يا الحمد لله واحد. ملا ملا. عاشوا يا ولادي عاشوا، جزاكم الله خير عاشوا. جواكم الله جواكم الله. عاشوا عاشوا ولادي عاشوا. الله يعطيكم العافية ولادي. عاشوا. لا 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 صدقوا شوية اقتنعوا لكن تراها الدنيا حظوظ. نعم يا خلال يا أخوي الدنيا حظوظ. نعم حظ الشباب انهم يساعدوا ذاك الرجال وحظنا احنا نبيع غاز حال هذا الولد اللي واقف. ايه الدنيا حظوظ. يلا يا ربو يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل 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 ولدي. بوينا غاز والد هاش؟ اي نعم. حاضرين ان شاء الله ولا يهمك. سوينا درب سوينا درب جاي لك. مطر نعم عمي. والله خذ هب. ها 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 خلاص خلاص يا زهرة. الحين كل القنوات طالعة في الدش. اي خلل بسيط في هذا الدش، قنوات ما ظهرت ولا اي شيء، كلميني في الحال انا على طول اقدر اضبطه. ماليش. لا 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 يا زهرة كلميني أنا، لأن نحن جيران. وبعدين يا زهرة أنا بديت أفهم في الشغل زين يا زهرة. أي شغل يا خليل يا خليل، هذه ما شغلة سهلة. وانت يعني بعدك بسيط بسيط جدا، وفهمك يعني بعده بطيء. أنا اللي فهمي بطيء ولا؟ يا جماعة يا جماعة ما لكم تتضاربوا؟ توكم كنتوا أصدقاء. أعتقد أعتقد ان صداقتنا بتنتهي لان افكارنا متضاربه، وبعد شويه بنتضارب. لا يا خليل، خليكم اكبر من كذي، ترى الصداقه كنز لا يفنى. على العموم يعني يا زهره انا الحين مضطر استاذن، وان شاء الله يا خالتي يعني الوالده هتجي تزوركم الليله ان شاء الله. اهلا وسهلا. وزهره ممكن والدتي بعد تزوركم الليله. اهلا وسهلا ومشكورين وما قصرتوا على اللي سويته. يلا يلا زهره مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا زهرة. مع السلامة. مع السلامة. كأنك نسيتي الدفع قيمة الأغراض اللي اشتريتيها. نعم؟ منوبة نعم ما نعم. رف ستش نعامة إن شاء الله. أوين سمعتيها مقالة خالتي؟ دفع قيمة الأغراض اللي اشتريتيها ولا رجعيهن؟ نحن ما فاتحين الدكان حال السبيل. أنا حسابي ما معك أنتن، حسابي مع حمدان، ولما يرجع من شغله خبروني خذيت الأغراض وأنا وهو متعارفين. لما يكون حمدان موجود في الدكان خذي اللي تريديه، إن شاء الله تأخذي الدكان واللي فيه. لكن ما دمت أنا وما دامت رحمة وأنا أصيلة حرم الفاضل مرهون أبو نصيب في هذا الدكان فالموضوع يختلف. يعني إيش؟ يعني إيش؟ مو نعيد ليش الكلام مرة ومرتين. لكن ما خسارة فيش. أوين بتدفع قيمة الأغراض اللي اشتريتيهن أو إنش ترجعيهن؟ أنا ما قادرة أتفهم معكن، بتصل بحمدان وهو اللي يرد عليك. صبروا علي إنك حمدان. حمدان ألو ثريو. أبوي ناسي تلفونه في البيت، قلت أجيبه بيون الدكان يمكن يرد ويشله. لحظة بتدفع قيمتهن ولا بترجعيهن؟ شوف هني
ها؟ شوف صبوك هاي كلها ترتيب هني بلا سود زين؟ زين هني بعد زي. تعال عاد بقول لك سامان لا تسوي خسارة واجد سمعتني؟ صبوك شوي شوي ها؟ ترى ما في خسارة ها؟ ترى بخصم من معاشك فهمتني؟ يلا سير يلا سير بسرعة خير ان شاء الله نخليك خير ما فيني شيء كيف ما في شيء الله يسلمك وانا اشوف غيوم على القمر خير ايش مستوي تو انا ثريا ام خليل تقول لي زوجة اخو حمدان تعالي ادفع قيمة الاغراض اللي بوشتريتها المسألة فيها فلوس الله يستر ما قلتي لي كم حالها انا مستعد اصير ادفع عنك ولا يهمش انا رقبتي سداده طال عمرش أنا ما خبرتك خليفة علشان تدفع قيمة الأغراض اللي اشتريته أنا أصلاً ما أعرف ليش خبرتك أم خليل ما تريدي حاجات إضافية في البيت ترى ما دام العمال موجودين بخبرهم وأنا حاضر ومستعد خلاص يا خليفة تدفع هذه المرة قيمة الأغراض لكن المرة الجاية لا إن شاء الله إن شاء الله مع السلامة حي أبوه خير ايش هناك لا بس انا كنت اكلم الوالده اذا كانت باغيه صيانه حال البيت من الداخل ولا لا اسمعني يا خليفه خليفه بس زين حاضر بسمعك يا عمي خليل اي شيء يخص بيتنا كلمني انا فيه انت فاهم إن شاء الله تكوني فكرتي في موضوعنا يا زهرة خلاص يا ولدي البارحة أبوك جاء وتفهمنا وما يصير إلا الخير إن شاء الله إن شاء الله وأنا وعدك يا زهرة أن أمك راح تكون في عيوني أنت في عين وخالتي سعادة في العين الثانية توعدني أنك ما تتغير؟ أوعدك يا زهرة ولا تضايق من أمي؟ أنا أضايق من أمك؟ مستحيل ايش هذا كان الفلوس زايدات يا ولد احنا حقنا ريالين و600 بس الحين ما اعرف احنا قيمه الغاز حد يبيعنا ريالين 600 حد ريالين 700 احيانا ريالين 800 سعركم ما ثابت يا عم تراها تجاره حره يا ولدي تجاره حره تفضل ابو هاي 200 بيسه مالك اه رجعنا لك اياها مشكور عم يلا مطر يلا 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 تحرك تحرك هلك ترميم البيت وتصليحه والنهاية في زواج من ثريا حد يفتح الباب كذي حد يدخل على الأوادم كذي نزقتيني علامش يا حرمة علامش خشنة أنا اللي باغي أعرف إيش فيك يا خليفة صار لك يومين ما على بعضك إيش يعني ما على بعضي مو شايفتني جالس أسوي جالس أرقص يعني انت عارف ايش جالس تسوي بس انا اللي ما عارفه الحين ابغاك تخبرني ايش جالس تسوي سمعيني يا حرمه انا ما جالس اسوي شيء وبعدين ابوي هذه الغرفه وهذا البيت تاركنه حالش وانا طافر ما بعيده انك تفكر في واحده غيري شويه زحفي زحفي يا انسانه زحفي لا توكلي خلاص اللي بعدين
توكلوا على الله. خلي صغيرين. ليش؟ ما تعبي من ذا القرعان زحفي هذا ويلي وزع. خير نصيب مالك يا ولدي؟ انت الحين تقومي معاي عشان تخطبي لي زهرة. ها؟ دوكم الحالة كان انا ما ارضى بك انت، عاد زهرة ترضى بك؟ رحمة اكبر عليك، ولا يهمك يا ولدي يا نصيب، ولا يهمك، ولا تاخذ على خاطرك، انا بخطب لك زهرة ما يهمك انت. على السباحة ولك علو ترارم ترارم، على سدار السادة ترارم ترارم، يا للجحلة ولا بندوس ترارم ترارم. بس 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 لكتونة بس 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 خناكم هاي عذاب والله. مرهون كيف سوى يا من؟ ماشي مكدة اليوم، مكدة ضعيفة، خلقوا البيت انجيب باكر والله. انت ما تشبع من سيرة البيت حمدان الله يهديك، ما تشبع؟ خلنا نشوف رزقنا، نشوف مستقبلنا، مالك الله يهديك. أنا والله يا مرهون يا أخوي حاس إني صاير شيء هناك. أنا ما أعرف ليش اللي خلاني أنسى نقالي، عمري في حياتي ما نسيت. أدعم لحظة نسخت، الله يخيب ليسك، مو كأنك. اسمح لي عمي، أنا نسيت إن قلبك مشغول شوية. بس 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 خلي مشغول ما مشغول ما يخصك. انت مالك مالك مو صرفك، وش توالك؟ ما حد شي عضك ولا شي؟ صرت واحد بغاز عمي. وينه؟ ارجع ورا، انت طفته. برجع له؟ رزقي اودره؟ ما اودر رزقي، برجع له ولا يهمك. اسمع انت الحين برجع له. ارجع ورا ورا عمي ورا. هنا 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 ورانا 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 لو برجع له. انتوا ايش هذا معكم؟ ورانا ورانا منين ما نكون؟ ترى هالدنيا حظوظ يا عمي. اسميك النخ ختمتها زين. فكر وشاور بالمنطقية، يا حساي ما طحت واقف كل ما أجاز دارت علي. خلك محاور لا لا تداور، فكر وشاور بالمنطقية، يا حساي ما طحت واقف كل ما أجاز دارت علي. والعمر عدى والراس صدى، ما عاد فيا كل ما نحاول، محنا نزاول ننشات فاول ضربة قوية. خلك محاول لا لا تداول، فكر وشاول بالمنطقية، يا حساي ما طحت واقف كل ما جاز دارت علي. اسمع حازم سامح وعازم، شد العزايم بنفس قوية، وين دكانك ارجع مكانك، افهم زمانك فكر شوية. خلك محاول لا لا تداول، فكر وشاور بالمنطقية، يا حسايم ما طحت واقف كل ما اجاز دارت علي. ما أجاز دارت عادي.